بسم الله الرحمن الرحيم. عاطف إمام، أستاذ جراحة التجميل بالأكاديمية الطبية العسكرية، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، وسكرتير عام المؤتمر. إحنا ده المؤتمر 49 للجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، وبيقام في القاهرة في أحدث فنادق القاهرة وقاعات المؤتمرات. المؤتمر السنة دي الحقيقة مستضيف عدد من الخبراء الأجانب والعرب، ولأول مرة بيجمع أكثر من 15 خبير أجنبي وعربي يشتركوا معنا، لأنه المؤتمر بياخد الصفة الدولية ومحطوط على السكيديول بتاع الجمعية الدولية لجراحة التجميل. المؤتمر فيه أكثر من 15 جلسة، غير كان فيه قبل المؤتمر 3 وركشوب عاليين جدا على الكادافيريك دايسكشنز، على الأجسام اللي تم بعمله في الأكاديمية الطبية. واحد كان بيناقش الراينوبلاستي، عمليات تجميل الأنف للشباب، لصغار شباب جراح تجميل مصر. الثاني كان بيتكلم عن الفيشري انيميشن، اللي هو ما بعد قطع العصب السابع او اصابته. الوركشوب التالي كان بيتكلم على طرق الاصلاح وطرق الشرائح والسدائل المختلفه في الوش والجمجمه، في الوجه والجمجمه. النهارده بدانا المؤتمر الحمد لله، بنعمل اول جلستين كان على الرايزنج ستارز، شباب جراح التجميل برضو. بيبقى جلستين تحدث فيهم اكتر من 35 جراح تجميل على من شباب جراح التجميل. دلوقتي بدانا فعاليات المؤتمر، زي ما قلنا هيناقش 15 جلسه. خلال المؤتمر هيتم برضو عمل 2 وركشوب. المؤتمر يثريه هذا العام عدد من الخبراء الأجانب من الصين ومن كوريا ومن الولايات المتحدة ومن المملكة المتحدة ومن جميع الدول العربية، السعودية الشقيقة، الكويت، البحرين، الإمارات، من كل أنحاء القطر العربي. بيشترك فيه جميع جراح التجميل من مختلف الجامعات المصرية والقوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والهيئة التعليمية والتأمين الصحي، كل الناس بيشتركوا فيه المؤتمر. زي ما قلنا هذا السبب بيناقش موضوعات الجمال، بيناقش موضوعات الحروق، بيناقش موضوعات الإصلاح والتعويضات ما بعد استئصال أورام وما بعد الحوادث. الرسالة اللي عايزين نوجهها للناس ان من فضلكم ما تجروش ورا الاعلام، والاعلام واللي بيطلع في التلفزيون دي حاجات بتبقى بيض مدفوعه تلقى، لكن احنا عندنا ويب سايت اسمه esbrs.com، الجمعيه المصريه لجراح التجميل والاصلاح، فيها الجراحين التجميل المعتمدين. ما نجريش ورا اي حاجه، نعمل نشوف الاسم اللي لما نختار جراح نختاره من خلال الجمعيه، لان دول المعتمدين لدى الجمعيه المصريه، ودول المؤهلين اللي يقدروا يعملوا العمليات. فعندنا نفس برضو على الويب سايت بتاع الجمعيه في مكان للاستشارات، حضرتك عايز تستشير خش ادخل على الموقع واكتب اسئلتك، هتلاقي في توجيهات عامه. نتمنى الخير لكل الشعب المصري، نتمنى ان هم ما يعوش تحت طائله بائع البضاعه الزائفه وهم غير جراح التجميل غير المعتمدين. نتمنى إن شاء الله نقدم خدمة جليلة وخدمة جيدة للشعب المصري من خلال علاج الحروق والإصلاحات وجراحة الجمال. بشكركم وأهلا وسهلا بكم في مؤتمرنا 49 للجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح.